إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عليه الصلاة والسلام لا تبكي يا ابنتي فإن الله بعث أباك بأمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله به عزا أو ذلا وسيبلغ هذا الدين حيثما بلغ الليل والنهار وقال عليه الصلاة والسلام من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله ولا ليال إلهي فضل جيسا يا أود جيسا يا دغ جيسا يا نحريس جيسا أيان كسو كلنا إنك ولا ليال waxa loo kulmana waxa ugu khayr badan waa diinta islaamka weeyaan waxa loo arisadan waxa ugu khayr badan seenafeena naarta uga badbaadin lahayn bashariyada caalamka ku nool oo dhan ay naarta uga badbaadi lahaayeen waayo fikirkaasi waa fikirkii nabigu nooga tagay calayhi salaatu wasalaam arrintaa noocaas ah inaan lafeena naarta kala baxsano ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyakana naarta intaan karayn aan kala baxsano waa dareenkii iyo fikirkii iyo dhaxalkii uu nabigu nooga tegay calayhi salaatu wasalaam maadaama intii maalintay ummaddu ay fikirka iyo dareenka ay lahayd ummaddu cizi bay ku nooleyd sharaf bay ku nooleyd horumar bay haysatay kalgacaylo iyo walaaltinimo ayay ummaddu lahayd maalintii ummaddu dareenkaas iyo fikirkaas iyo walbahaarkaas iyo walwalka uu ka baxayna halka maanta ummaddu ay gaadhay dhibta ugu wacan wax weyn waa dareenkaas ummadda maanta ka baxay marka kulankeena walaalayaal waa kulan aada u qiimo badan weeyaan wax loo kulmo diinta ugu khayr badan nabigu calayhi salaatu wasalaam in xadiis macnihiisu ah wuxuu yidhi layabcasanna allahu aqwaaman yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim annuur fii wujuuhihim annuur calaa manaabir allulu yaqbiduhum annaasu laysu anbiyaa wala shuhadaa fajasaa acrabiyun calaa rugbatayhi faqaala sifhum lana nacrifuhum yaa rasuula allah qaala hum almutaxaabuuna fi llahi min bilaadin shatta ومن قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه بالنبي عليه الصلاة والسلام وحيولا هاي قيامها صوصة ردونا أقوام وجيدو دا النور باكا بحايا بو رسولك يري منابير دا دير والنور انا ويكس سويهين نبينا ماها بو نبي ولشوهدانا ماها دادك ميدانك قيامها تاغن با منزلة دا تمنين دونا ويكونا كمان دونا من عرابي ايا يركوا درجة دا قيامها هل دونا وكوية بالنوشيك هنقران نبو يري nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa kuwa wuxuu yihi ilaahay dartii isku jecel qabaa'ilo kala gedisan bay ka yimaadeen dowlado kala gedisanna way ka yimaadeen ilaahay xuskiisiina u kulmeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam allah inaga yaalo kuwaas marka kulankan walaalayaal waa kulan aada iyo aada u qiimo badan weeyaan waa inaan ku shukrina weeyaan ilaahay ugu mahadino
نشكر على هذه النعمة نعمة كوين أو إلهي تبارك وتعالى ونسي لها نعمة دعوة مجرد ولا ليال وحي إلهي بحي وحاقو قال سنة وخير بدن ودينة الله دقاقو دينة الله كلمو دينة الله عرنسدو دينة الله فكرو دينة الله دقال الله بحيو دينة الله تلالس كوي ديو نعمة دا نعمة قال سنة إلهي ونقال حري مجرد هذا يراته بحي إلهي تبارك وتعالى دادكو خلقه نجعله والرسول الله عليه السلام رسول الله القرآن كأيا كشيكيي قرآنكو كمشيكي النبي عبادة دودية صلاة دودية صبر ماركتان يذكر قوكي يتلاوة دودي كمشيكي بل قرآنكو حو كشيكي النبي والبدين تنبعته الله صومري سدو الدين تأفديي انتي سأفتي سكوها نونتي قوم في الدين تقادوا يا سيد إلهي كفلي كو الدين تقاتل سيد إلهي وعزيي كو النبي الرعي سيد إلهي وبدباديي قرآنكو انتاسو كورمي أولا ليال هذه اللولة شغل الدين تي شغل الدعوة شغل كون هدي أي سنجل إلهينا إلهي ذاتك وجعل يهي بوسين لها إلهي النبي ذا يوسين لها صديقين تي ذا يسين لها ما لنك استقف كسوة مسلمة صلاة سورة فاتحة لوح كتو كذا إهدنا الصراط المستقيم إله وطريقة توصني وهدي بودانا دبي ثمان جرم مالنتي فرائد دمرك سنة الله غريبه تدبي ثمان جرم مالنتي قف بودانا إهدنا الصراط المستقيم إله وطريقة توصني أنا وهدي بودانا إله وطريقة توصني مري طريقة سوى طريقة ويان ما طريقة تجارتها ما طريقة ما ركتانا وزير لها ما طريقة ما ركتانا يكون مصانع دلبا مايا صراط الذين أنعمت عليهم وإله واحد أنا جاي مرسا كوي هذا النعمة يسجدك وإله أنا جاي مري كوي بإله النعمة يجي وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كوي إله النعمة يواكوي والنبي عليهم السلام محل الله النعمة يجي إلهي الدين بوسيه دين بو إلهي سيه شق الدين صديقين تقول إلهي النعمة يا رضي الله عنهم وأكو عن بيده هري هران تبرع ويان أنا دعوة النبي ده أنا دب وجوكسن أبو بكر بقى كمدها مالين مال ما كمدها أصحابه أبو بكر بيا رقبتين النبي عليه الصلاة والسلام بقى ممر كفولي وحكي دي دقيس تبي ده أصحابه يديه متكستوا إنك اللي كمدها مالين كان دين تأو بندقي وكجوكس دي بيقولوا كفيري وفيري وكفير تدي أبو بكر كمان في السنة هرو كاي سلامي إيه داي بود صاحب كي أنا الدين أنا وصاحب كي بالرسول كوري قيامه أنا وصاحب كي جلده أنا وصاحب كي بالرسول كوري عليه الصلاة والسلام صديقين قوة اللي هذا صديقين صديقين ثم أكون ما ركث أنا الدويد إلى هاي سيء ما أنت أنا كنا عمدوا حمر لنا أشياء الدويد إلى العكسة يا منصب يا قبيل عن درا يا درجة يا وزارة يا هومر لون ثم أنت تذكر كوفا نيان تاس النعمد معها والنقمد ويان تاس والنقمد نعمد وحويان وإلهي تبارك وتعالى إيمانك يتقوى دغفك سيء النعمد هاشتا marka sidiiqintan ilaahay wuxuu ku sheegay waa ku horay horanta jugta horay sabab nabiyada raaca weeyaan bidoon shaki bila rayba horay ka qaatay iimaanka taqwada wa salihin salihin wa kuwiyan wa ku ilaahay tabaaraka wa taala ilaaqaat kale leh wa ku masaa'ibta ku sabra weeyaan wa ku dhibaatooyinka ku sabra weeyaan kuwaasina ilaahay tabaaraka wa taala quraanka ku sheegay shahaaduna wa kuwiyan wa ku ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa u dhinta taala imaamu al-anbiya wa muhammad alayhi salatu wa salaam إمام الصديقين وأبو بكر ويان إمام الشهداء وحمزة ويان إمام الصالحين وعمر بن الخطاب ويان أفرت إلى هاي النعمي أفرت أئمتنا وأفر أمتنا محمد كمد ولا ليال ما لنك سبحان دعنا إهدنا صراطا مستقيم طريقة سوى طريقي طريقة اللون كو اللون نعمي جد كي مران إله ونمر إبان مالي والبلانة كوى سنوى كوى وأفرت أعصو الشيقني أفرت إلى هاي وحك لكم كرامين إلى هاي الدوية مسينين بل إلى هاي الدين بوسيي يددال دينات بو إلهي سيي وحي إلهي والنعمات سيي أي يكون هالك إلهي الربي أي يدقين مركا مسألة دا ما تعنوك لأن مسألة يرماها ومسألة دي أن مالي والدوران إن إله وطريقة توصل هي هي نماري مسألة دي با إلهي ما أنتم مدوفري وضا دي با إلهي ما أنتفري طريق با إلهي ما أنت نوجاحي طريقة سي يعني كم إمسا إلهي نقول نعمية طريقة ما أنت أمرني إلهي نوافجيه بس كإلى هاي وجع له وحول هاي وجع له واحد كلام ما هين إلى هاي الدين بوسية يددال دينات بس الديون إلى هاي نعمتها وبناء إنك سيء على دوا الله وقيبود نعمت ونعمت ير وقال يا سلام بإلى هاي نعمت دوسية وعام نعمت ده يروح كمدة على الإنسانية بناء إن نعمت ونعمت ويان مخلوق أنت صوت إن إلى هاي أبو رالو كرامي عقل بوسية أرق بوسية ولقد كرمنا بني آدم بإلى هاي لي وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا خلق الدير كله ودنبا إله بلادك ككرمي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مالنتي آبين آدم عليه السلام إلهي وأبو رينا
إلهي ملايين توشي ويري خليفة سميسان يا خليفة نرلو لك يا ديانا يا هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك مياد كي ليس أرلنا كد الكبرى وكد الفسادية وديك كد هذه هذا العبادة دونيسو هذا الذكر دونيسو هذا اللبر دونيسو تهيضا كوكو فلم بيكو دادن إله يو قال إني أعلم ما لا تعلمون با إلهي وحان أغهي ما أجدني أمرك قاتب إلهي لي هذا المرقى الروح لكو أفوفو إنك لأسجود بإلهي تبارك وتعالى فلاس ولاد من هذا كانوا كرامي خلقك ودنبا لغا كرامي عديقا نعمة الإنسانية ونعمة لكن نعمة داس النعمة الإسلام كوكارا ماها بل ونعمة عام وقال لدبا نعمة با إلهي وسي قال لدبا وابني آدم وهي كون كان ودن إلهي تبارك وتعالى يسقى نوع أبوري إنك ولا إلهي نوع صخري خلق لكم ما في الأرض جميعا الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة برسولك عليه الصلاة والسلام الدنيا هي وحي كجر ودن إلهي إنك ولي أبوري وإنك إلهي إني صخري إنك إلهي وحي أبورتي إن الآخرة وشقي ستان عالم كودن كون كودن بالغوية بني آدم كان الله صخري إركا تاغن عدقا لغو تاغي دولكا عدقا لغو بلاريي بورا عدقا لغو تاغي هوا نسعوت عدقا لغو صخري روبكا إمنا يدعي مالوال بعدقا كفايري سنيا وعقلكا كسوباحي ودن عدقا كفايري سنيا عالم كودن بإلهي وحلي بني آدم كان الله صخرني وحوالبا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا دولكي بان فراش النيقدق نبي إلهي buraha ayaa ku joojinay buu ilaahay dhisay dhulka ila dhaqdhaqaaqin haddii la dhaqdhaqaaqay ayaa ku degi lahaa iyo jeexan lahaa wa khalaqnaakum azwaaja lab ayaa naga dhignay buu laba nooc rag iyo dumar rag iyo dumar rag iyo dumar faqir iyo ghani faqir iyo ghani yar yar waaweyn taajir iyo miskiin nolol iyo geeri shay walba ilaahay xir lab ayaa laba ayaa naga dhignay laba shay cer dhul dharaar habeen kulayl qabow roob roob la'aan amni colaad wax walba ilaahay lagu ka dhigay dadka caalamka ku nool oo dhan haddii rag laga dhigi lahaa diidu qiyaamo yeelan lahay arka warabade warshadeen naga sameyn lahayd ma jirta caalamka ma jirta caalamka oo dhan ba ilaahay tabaaraka wa tacaala innaka inoo sakhray wajacalnaa nawmakum subaata hurdadan habeenka aad ka seexanayso waa nicmad ilaahay ku siiyey hadduu ilaahay hurdada kaa qaado cid kaaga soo rihiisa ma jiro laa maanica lima acta walaa muctiya lima manac waxa ilaahay uu qaado cid ka soo rideysaa ma jirto waxa ilaahay bixiyana cid mancin karaysaa ma jirto hurdadan aad seexanayso waa nicmad wajacalnaa layla libaasa habeenkii baa lagaaga dhigay huwis afturaad dharaartina waxaa lagaaga dhigay macaash saad u soobto xalaal mar adu noqoto wajacalnaa nawmakum wajacalnaa nahaara macaasha wabanaynaa fawqakum sabcan shidaada samaawaadkan dusha laga taagay balfiiri afalam yarow ila asamaai fawqahum kayfa banaynaaha wazayannaaha wamaa lahaa min furuuj baa ilaahay yidhi war samadan miyay fiiriyaana saan u samaynay buu ilaahay leeyahay intay la yaabayin waxay bini aadamku ay sameeyaan maanta waxaa makhluuqaad ku sameeyaa inaka agteena nala weyn wuxuu bini aadamu sameeyaa ayaa nala yaayaa la yaabnaa maanta inagu min maalintaad dhalatay min maalintii khalqin ilaahay uu abuuray ilaa joogadeenaa samada cid rinjiyeynaysa miyaad aragteen mays bedisha daldalal may leedahay taas may fiiriyaan buu ilaahay yidhi tabaaraka watacaala hadday doonaan in aniga ay gartaan aayaadkaygan kawniga may fiiriyaana aayaadkan qur'aaniga may fiiriyaana labada aayadoodba agtaada yaalla aayaatul kawniya iyo aayaatul qur'aaniya aayad waa aayad hadlaysa aayadna waa aayad aad hadlayn ood arkaysid weeyaan labada aayadoodba qiyaamaha mucjiza waxay ku noqonayaan xujay kugu noqonayaan wabanaynaa fawqakum sabcan shidaada bilaa udub bilaa tiir khalaqa asamaa biduuni asamaa rafaca asamaa bigayri camad basada alarda calaa maain jamad bad ilaahay dul dhigay dhulka adaana lagu ballaadhiyey adaa ka faa'idaysanaya samadaasaa bilaa udub ilaahay tabaaraka watacaala ku taagay yaclamu masaaqiil aljibaal buur kastoo adduyada ku taalla inta miisaankeygu yahay ilaahay uu garanayaa wa makaa'in albixaar badaha guntooda iyo cumuqoogu intuu yahay ilaahay uu garanayaa wa cadada qatri alamtaar roob kastoo daaya inta dhibicuu ka kooban yahay ilaahay uu garanayaa wa cadada waraqi alasjaar geedaha adduyada ku nool geedaha adduyada ka dul taagan ee ka taagan inta caleyn ay leeyihiin ilaahay uu garanayaa maa tasqudu min waraqatin ilaa yaclamuhaa عليه مصر بعد ابي الله الا سوى الاغنى يا نكو ولا حبة في ظلمات الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا انك قرعة كمدو مرها دعايا ها انك اكسنا هذا اما حقو ينادي كتاب بانكو هاي نابي الله يتردو الهي وحبك كما قرصون عالم كورنا خالق بلا حاجة خلق قدن استقا كلك يا ابو ري حاجة الهي وما ابو رن بني هذا وحسمين ايان حاجة الهي او سمين ثانيكو بايبا وقبتا الهي وخالق
بلا حاجة ويان خلقي قدام بسميي باهي وما قمن السجع مميت بلا تعب خلقي قدام بمانول بدليا واحتعب الصوغار مجرو باعث بلا مشقة مركليا يا إلهي مخلوق صوصار يا قيامه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أبو ريتان كينو يا صوصار ريتان كينو نفكليا صدان السمية يقول طيب بلا إلهي لانيقا وحبين الله تبارك وتعالى كماتكم مخلوق ما تقلوبت مسلمين مخلوق بقلبك انكو هذا مخلوق هذا مد الهي هيبد الهي قود الهي قدرد الهي اود الهي بقلبك ان ما انت كبح ذي مخلوق بقلبك ان ما انت كبر مخلوق لا تواري منه سماء السماء سما السماء قوتي الله كما قرس الهي ولا ارض ارضى قل قل كاوس يا الهي كما قريو ولا بحر ما في قعرها بدا قلت له واحد كجر الهي كما قرصونه ولا جبل ما في وعرها بورت دو هيغ الهي واحد كجر كما قرصونه نبي موسى عليه السلام بايري يا ربي ارزاق قد خلقك سير غارتي ساب لي شيك يا موسى قال لي يري بغا هلكا يا لو شاد كو دفه با لغي مركاسو كو دفتي بغا هي با كلا جبي بغا كلا كسو بخي هدنا يا موسى هدنا كاكو سي دفو هدنا كو دفتي كي هذا لو كلا جواي كلا كسو بحي او دلول لهين بنانكو يالا دلك كما جرو او دد يالا يا موسى هذا انا كاكو سي دفا او كدفتي او كلا جواي و هو اركي درحي علين قوي ان عرفك كويس تبو اركي يا اوغي موسى عليه السلام قول نحي او ارك غحي الى ايبا كول يا موسى ميا لا يارتي ولي با هذا الكيسا كو مقشينا دغيسو و هو لي هين وان مقلا انغو وا با صوت كي سي با لا مقشيي و هو لي هي درحيغاسي سبحان من يراني يعلم مكاني يرى احوالي يرزقني ولا ينساني وحا إلهي كي أركيا حمان كان نزهان حالة ديد هالكا كوك با حمان كان نزهان أرزاق ده هالكا إيقو سيئي إعاني إلو بالكابا حمان كان نزهان بوليه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تصبيحهم وإن من شيء وح عالم كالدليا لا مجرو جمادات حيوانا دو حضوني هالنقضو مجرب إلهي يري إلا إلهي بو حصيا إلهي نوحو ليه إن أنك عين حصيانا وأن كورقبنا بإلهي تبارك وتعالى سميع يا إلهي سميع خلقي قودن هدي ملك لي اسكو سبحان او مد والباس كي سيلاي وحكو اي ديستو الهي واكي مقلا تبارك وتعالى وبصير وين الهي تبارك وتعالى دلك واحد دليا لا اي واحد دلك كو دحجرا الهي سم لا تسقو الهي تبارك وتعالى وركا عليم وين الهي تبارك وتعالى حالاتك دوور اي كو جيران ما شي دونن ها جوغان الهي واك كو هي ويا يعلم نميمة السوداء في ليلة الظلماء على صخرة السماء قران تد قران تمدو هبين كمدو سوتا بغا حمدو دل سوتا حالد اي كجرت الهي وكور كما تبارك وتعالى الهي وحبك كما قرصونو لا تخفى عليه خافيه وحب الهي كما قرصونو لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات سبح لله من في السماوات خلق ودنبا الهي وتسبيح سن الهي وكور كما عبادته ني ذكر ني بعد ان الهي ما هو قبنسا او شايده وعمو ما قبنسا خلقي قد هدي ودا عبدان وحبه ما زيادين كران هدي ودا عاسيان وحبه كمان ناقصي كران وغني ويان سمد ويان عزيز ويان متكبر ويان جبار ويان خالق ويان غير مخلوق ما لما ابو ري سقا وحبه ري الهي رازق ويان مخلوق ولم ارزاقا غير مرزوق لما ارزاقا يسقا صفة الرزق صفة الرزق نمدنا واسكلها ابد الابدين بلا اسكلها تبارك وتعالى خالق نمد اوصفه قبل ان يخلق الخلائق حفاظه اوصفه قبل ان أن يرعى البشرية انتو خلقك سن أبورن خالق بوها انتو خلقك إلال حافظ بوها انتو خلقك أرزاق رازق بوها انتو خلقك مامل مالك بوها إلهي تبارك وتعالى مالك ما معنى وخالق السقا خلقك أبوري وسميي وأنا مالك السقا ملكيي كعبودي حدو جنة جينا وكو عدالة صلي كعاسنية حدو نار جينا وكو عدالة صلي إلهي هذا يسمى معنى مالك ما عيد بالله لك شاك ده لبن نبو نبي قد عليه الصلاة والسلام aya naarta ka dhax abaaday ilaahay baari ka soo saaray malaa'igteedii soo saara bannaanka soo joojiya wala soo saaray maxaan helay ilaahay ku yiri miyana dulmiye mayna ma dulmin xaal abaadaysan yaa rabbi naarta kuweelkayga baan waad keesan weyni ilaahay tabaaraka wa ta'aala wuxuu yiri warka joojiya ordo naarta kullaa ma ku daata mid baa orday minna uu istaagay kii ordayay ilaahay ku yiri joogso xageed ka ordaysaa markaas yaa rabbi laba jeer ku wada caasin maayo anuu adweedi baan kugu caasiyeyo maanta ku caasin maayo naarta calaa madaxbaan ugu dhacaya kii sagaal la odhanaya maxaad isku taagtaa amarka la diidaysaa wuxuu leeyahay haddaan 10 jeer ku caasiyana raxmadaada ka quusani maayo labadiinuba laamo jannada galu ilaahay tabaaraka wa ta'aala hada malik waa malik ilaahay tabaaraka wa ta'aala malik nimba wuxuu rasuulku yiri malaa'igta ayaa qabatay
نارت قرك يجي مرك إلى جوك سدين أيوة عبدالله إله إسلام يا ربي أنا صدق كمان مليني بويدي يا ملائكتي كسو عليا بوري كسو عليا أنا عند ظن عبدي بي أبدون كسو يقم لي أنا سو عليا جمال قيب إلهي فعال لما يريد سوضن إلهي تبارك وتعالى يلا وخالق ويان خالق قدن استقى أبوري وفاطر ويان استقى بلابي لوغ مهرين ومالك انتو أبوري ونبن استقى ملكية استقى إلالية استقى الشافية استقى أرزاق دسية استقى قارن عزية استقى قارن دلية استقى قارن الدلاء استقى قارن النولية استقى قارن كأوهية استقى قارن كقسلية هو الذي أضحك وأبكى وهو الذي أمات وأحيا وهو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى سوضن إلهي لا يسقو كانوا عزينا يا كانوا دلينا يا كانوا صدوينا يا كانوا فغينا يا كانوا كأوهينا يا كانوا كقصلنا يا كانوا غني كدقا يا كانوا فغير كدقا يا كانوا ديلا يا كانوا نولينا يا كانوا لحاتك كقادة يا كانوا لحاتك السينا يا كانوا مسافر كدقا يا فعال لما يريد ما ملك عالم كودن قانتي سكجرا إذ كدب هذا الشيء إلهي تبارك وتعالى مجر طول الليل يقين تاسع للربائين أنبرنا قبل الموت ومد الرسول عليه الصلاة والسلام هل كأي كده وعن سمد العبادة ماها علمك معها أمد وعي كده وعنت ويقين في يتقود كده وعنت أمد إيمانك نبي عليه الصلاة والسلام أمد الله ببري الله انتو علمك برين انتو أمرك برين انتو أحكامك برين أمرك بري عظيمك بري عزيزك بري جبارك بري متكبرك بري إلهي كلك بري بس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وإلهي أمرك سقاطة وإلهي الرمية وإلهي أمرك سقفلية وإلهي كأمر قاطة فلقنا يسور راعة الدنيا الآخرة وكل بان ثاني صدح يا تمثل مكة قده يا رسولك أمد وحكا لمن برين إيمانياتك بريي عقيدتك بريي توحيدك بريي ربوبية دعيو بريي ربوبية توحيد الربوبية حياة المدنية مركي اللي يدنا أحكام النبي أمد بري عليه الصلاة والسلام قلوب توديو دنب كسف يي ماسي والله خلق واحد جيدة كنو البنبي وأسعار تتصي إلي حرك وحرين حرك حرك هذا هل كائن كم رجع؟ وعذرة اللي بح جيد وصل ليها. كم إنسان حيسا؟ اللي بح يبقى كوسا بودي. وحباسا وقبسي. وكاجو سدي. وفيري سي وعذرة حرك باكو حر اللي بحي. إنسان يا فرح حيسا. كم يا شيخ؟ ماكو كوسا بودي يا مركا وكاجو سدي حرك باكو حر ما دركت. وحد جيد مخلوقات كنا لوغن حرك إلا باكو حر. كانوا كوسا لديا. كانوا وسخريا كانوا كسيدينيا كانوا كقبنيا مخلوق ودن حرق إلا بكوضة حدن اسمه معمول كران اسمه عزين كران اسمه إلالين كران اسمه أنفعي كران اسمه دباتين كران كل شيء وتحت قبضة الله تبارك وتعالى علي بن أبي طالب هذا كسو بعي قرقيسة برقاسو أركي نمن حراسة وحير ورمحان نسو جدي عاوة وعيد أداكو إلال لنا وعيد أنيقا ما إركا إلا لنسا المسطلوكا وعيكو إلالين أنكو إركا شغلكم مال هنا كل كان كائن لنا بس وحيل واحد كل كذا عمجرو إلا السمر الله جبوا عمي ما هنا هل كي أريد تكسر فلني سادنا جوجن أرض وكسر حبة بك أرض وكسر حبة هذا اليقين نبي قوم مدى يقين شو بري يقين ثا يقين تو نبي قوم مدى بري عليه الصلاة والسلام ولا الجودي دعوة الجودي دعوة مقصود يسوع معي لماذا نحن نجتمع ولماذا تخرج الجماعات لماذا محل وصعدة حق الوصعدة وعلى الوصعدة أولا لأني أمدني كل أبنته هل كي النبي كغتك عليه الصلاة والسلام رسولك أمدن مستوحه قارسيي عجيب عجيبة جدا إلهي مر لبادنه كعليه وكراي آمين هذا رسولك أمدن مال بقارسيي مال حق إيمانك حق عقيدة حق علمك حق تقوضة حق الصبرك حق الزهدك حق تضحيدة حق مجاهدة حق ورعة النبي أمدن مال سروا قارسيي مال سرعي ما تومد هل كي بك صدعبي يقين تود النبي قال سعرته ودسي إيمانك بري عملك الصالح بري إلهي بري آخره بري نلوش الأبدية لقابن أيو كجي دي قولا بوغوش لقي فعلا نواهوش لقي النبي عليه الصلاة والسلام مالي مالمها كمدا صحابة وحي أركان رسولك وردي أركان عليه الصلاة والسلام مركاسو كسرك عن النبي قلوكي مركاسي أركان بقاح دي بات فراك كمات الرسولك فعلا بوكو بري فعلا نلوش إنا إتاي نلوش نلو قابن عبد الله بن مسعود باكويري يا رسول الله هدان فراش كوسا من بالكورن ودقا حدا كاقبتا نبي عليه الصلاة والسلام وحيري مالي والي الدنيا عليك ديم حصوصا كان إسان أنو أدويدا وأقوى هيبو نبي المسافر مسافر وصعطاء أدعادي كويل كيجي ماركو سعوكر وعيي جيد يرو هدم عامبو هلي وهوس فارستي
adaadu markay dhinaca u dhaaftana uu ka carraabayaa buuri sidaasana diir ku aybu rasuulku dhaleey salaatu wasalaam gurigiisii buu soo galay firaas buu arkay dhex yaalla markaasuu nabigu yidhi aaisha ma haadaa firaashkani waa macay markaasay ku tidhi heblaayaa soo gasha gurigaagii oo ree madiina markaasay aragtay firaashkaagii kani hadeeb kugu soo dirtay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruddiihi ya caaisha buri u celi firaashkayga u celi wallaahi baa ku dhaartay haddaan adduunyada doonayo buraha maka ayaa ilaahay dahabaniga iga dhigi lahaa ma rabi adduunyada aniga u celi buri firaashkayga adduunyadan gaaban nabigu ummadda uu ka jeediyey aakhira u jeediyey camaliyan buu ku tusay ficlanna uu tusay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu musaafir yahay uu adduunyada ku yahay transit qawlan baa lagu arkay ficlanna waa lagu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficlan qawlan waayo noloshan adduunyadu dadku maanta ay isku daalinayaan way dhammaanaysaa waa nolol gaaban weeyaan waa laga tegayaa waa laga socdaa law kaanat iddunya tadumu liahliha lakaana rasuul allahi xaya wabaaqiya haddii adduunyadan qo isku wari lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoyskiisii waa ku wari lahaa caalamkan maanta aan ku noolahay iyo caalamka aan u socono marka laysku barbar dhigo dhibic iyo bad farqiga udhexeeya udhexeeya nicmaddan adduunyada maanta dadku ay nicmad moodayaan maaha nicmad nicmadu way dambaysaa dhibtan maanta adduunyada dul taalla maaha dhibtii runta ahayd dhibta runtu way dambaysaa mashaakilka adduunyada uu dhammaanay laakiin mashaakilka aakhira ma dhammaanayo qof kastoo caalamka joogaana in yar buu joogayaa maalmo yar buu joogayaa walikulli ummatin lahaa ajal faidaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun baa ilaahay yidhi ummad walba ajal baan soo siinay oo cimri bay caalamkan joogaysaa muddo yar hadday muddadaa ka dhammaatana loo ziyaadini maayo lagana naqusi maayo buu ilahay yidhi tabaaraka wa tacaala daarteenni maaha caalamka walaalayaal abaa hureyra radi allahu canhu ayaa maalin lilmeeyey markaasaa lagu yidhi abaa hureyra maxaad nooyeysaa adigu saaxiibu rasuulillaahi baa tahee wuxuu ihi waxaa la ooyayaa saaxiibda yarideeda iyo safarka dheeridiisaa islahayn buu yidhi kam maanta bal dadkaasi iyo innanka maanta isku eega waa kaasi asxaabta iyo rasuulka innanka ma wax weyn bay nooma dhexeeya maanta innanka innanka maanta qulubteenna adduunyada ku camiran iyo makhluuqa cadamadiisa qulubteedana aakhiro iyo ilaahay cadamadiisa ku camirnay acmaashay qabanayn waa acmaashii salaadu waa salaadii qur-aanku waa qur-aankii soonku waa soonkii xashku waa xashkii zakadu waa zakadii acmaashu waa acmaashii laakiin maxaa isbedelay yaqiintii baa isbedeshay innaka cabdullahi ibnu mascuud maalin maalmaha ka mid a taabiciintii baa ku tidhi asxaabtii rasuulka nooga sheekee nooga waran markaa buu ku yidhi asxaabtii rasuulka innikaa ka salaad badan innikaa ka soon badan innikaa ka dagaal badan xagga daacaadka laakiin kaanuu khayran minkum sawaaniga khayr badnaayeen buuri haddana markaasaa lagu yidhi lima yaaba cabdiraxmaan oo maxay nooga khayr badnaayeen baa lagu yidhi markaasuu yidhi kaana hum ashada fi dunyaa wa arqaba fi laakhira iyagoo adduunyadanay ku dhex zaahideen aakhirana way jeclaayeen buu yidhi adduunyada hadday helaanna way shukrin jireen hadday waayaanna way sabri jireen ibn yaroo shaaba ayaa ka yimid ee bukhaara xaramkuu soo galay dadkii oo xaramka fadhiya fadeel bin ciyaad baa darsi bixinaya yarkii yaraa wuxuu yidhi assalaamu calaykum ya ahla alxaram markaasay salaanta u celiyeen markaa buu ku yidhi kayfa xaalukum bal xaalkiina ka warrama markaasaa lagu yidhi xaalkayagu hadduu ilaahay nicmadna siina waa ku shukrinaa hadday masiiba nagu dhacdana waa ku sabirnaa markaa buu ku yidhi xaalkaasi waa xaalkii aydayda buu ku yidhi bukhaaro aydaa kaga yimida xaalkaygii weeyaan ayga haddii wax la siina uu shukrinayay haddii wax la siin waayana uu iska sabrayay buu yidhi markaasaa la yaabay waxaa la yidhi bal xaalkii ree bukhaara nooga waran markaasuu yidhi xaalkii ree bukhaara hadday ilaahay nicmad siina way shukrinayeen hadday masiiba ku timaadana way shukrinayeen buri iyagu xaalad walba ilahay bay ku shukrinayeen fi kulli xaal noloshana diyo dadkii hore nolol uma arkeen iyagu maanta innanka ziyaadadeeduna waa ku faraxnaa nuqsaanteedana waan ku oynaa kii lacaglaa la jecel yahay ka lacaglaa la dhaweynayaa ka lacaglaa la fadhiisanayaa kii lacaglaa la ammaanayaa ka lacagta la hadalkiisa la maqlayaa haddaad lacagtaa beri ka dhammaatana cid hadal ka qaadanaysa ma jirto dadku maanta maaha cabdullah waa cibaadu dunyay noqdeen cabdu dinaari waa dirham bal qabiil kasta u fiirso waa kaasi odaygu ciyaalkiisa ka lacagtan uu jecel yahay ma taamisa maaha hooyadu labada ciyaal carruurteeda ka faqiirka mise ka lacagtana jeceshahay ka lacagtana gurigiisa mar walba tagaysaa qabiil kasta ninka lacagtana unbay jecelyin iyakuna kama bay tirsadaan ka kale ma tirsadaane meelaha baagamuunda meelaha fadhiya ma tirsadaan ka lacagtanay jecel yihiin ka lacagtan hadalkiisaa la maqlaa iimaankala la qiimaynayay ninka ilaahay cilaaqaadka lala la qiimaynayay
بدنا بدنا ما تدد لقي غانا عالمك دمك لقي غانا لكن سمد لقي ما يغانا يرى يرى بد ما تدو لقي قونين سمد لكن لقي غانا جبريل بن نبي ويني دي يا محمد أبا در الغفاري سراني جنسي بكيري ويا جبريل أبا در محاكو بري وبشر أدقنا ملك باته يا محمد أنا جي اسكدا ينكا عالمك السماواتك أو من أيا نكا جعل بلو والله غارو هيا بني يا جبريل بحال لقو جعلا بي يا محمد وحال لقو جعلا بي سورة الإخلاص وانت بلونا خرستابا ليد نكاسي وزاهد إلهي مجعلي هاي آخر مجعلي هاي لكلك إلهي مجعلي هاي إمام بولي هاي تقود بولي هاي آخر وشق إستا هم يجي سهم الدين بيان براري هدين حقو فكرة أمد أنفع الديو ده هدين وتما دنا ما مفرحو هدين وعين من مرقودو أمر بن خطاب بقى لعاقو دري أربلو كي يجي لك الكاكو دستيغا كي بكدل دلال سنة هدنا مالك كدب مال ما كدب عمر بقوي مدي أقل قصدي ولي من السيد دلال سنة يا بادر لعكتنا خصودركم مصر بيارين ويسو قادي ان هذا عيب من عمر وحيد السنة يقول ما قال كاكو بس العكت ما هذا كو يا عمر انما لا جيجي لكو قالت هدي تولي العكت دي فودر تاكل كو اكو بستي عمر بادي هم مدسة تسوكر ما دلال الله هيا عمر بن الخطاب انما قال كاكو بس العكت هدي تولي الى الاخر بي اللي ودو العكت دي فودر تي اقل كي اخر اكو بستي بولي كاكو بستي كي اخر اكو بستي بولي وهي النبي محمد رجع دربانا كقاتل عليه الصلاة والسلام جدد السفينة فإن البحر عميق يا أبا درب النبي كويري دون الجديد سو بدو يقول در تو يقول لك هديك لي وأكثر الزادة سهيدا الزياد سو فإن السفر طويل سفر كو دوري هاي وخفف الحملة عريس كان يسكير كبرت كابد الله مرد دونه وكابد أدق وياني وخلص العمل عمل كان إلهي درتي أقبه كاد إلى كادو عمل فلس الدلادي وأكو أركا ياهي إلهي وكو جداي عمل كان إلهي درتي أقبه النبي كويري سفر كودير يا ولا ليال ما تلحن سنة عالم كنويان لكن إنسى عالم بين السجية يوم لا ينفع مال ولا بنون بين السجية يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين يومئذ لا تنفع لا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إن سجر مغراك كور القيامة الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة إذا وقعت الواقعة كم إن سجرك لا كور القيامة إن ثم لا من لا يكون شيء نبي عليه الصلاة والسلام أيا الله كعرة كسب بحري مركات كود هذا لقى شبتة يا رسول الله عرة وكوبا تبع البيري نبي عليه الصلاة والسلام الحيري شيبتني هود وأخواتها سرد هود ولا لهد أي عرر رجس وسارتيف النبي عليه الصلاة والسلام إذا الشمس كورت عما يتساءلون والمرسلات إذا وقعت الواقعة هي سورة الهود إنت كاسا عرر رجس وسارتيف النبي عليه الصلاة والسلام سورة إنت بدل واحد كور رمان واحد كلك مور رمان قيامة كور رمان يدي باتت قيامة داعسة بس عالم كما تعجلوا ما كان لغا عالم كدن بيا دبيع بونا غنيا دبيع ولا ليال والله يدين يا قيامة كم لبستم في الأرض عدد السنين بالورانية انت سنة قيامة سوجوكتين عالم كيف ديون انت سوجوكتين لبسنا يومنا وبعض يوم بيورانية مالن اما مالن بل كيف سوجوكني بس نلوش ما تأدير ولا لي الآن كنا الله هاي ما هن نلوش الروتا هاي وان نلوش دمك قابل ويدا ما نيسا مستقبل كوالك ما مستقبل كو آخره هاي يعني. قف كسو عالم كنا الو حال الربا انو الديون كسو قتل دونيا سايل لقاتو عمو خير بير وإيمانك وعملك صالحة وتقودة وإلهي تبارك وتعالى وقفوا إلى قال ليش هل كواعد كقالة ما دو كافع دونا الدين القدس هدو كتب يسوى إيمان جيسو دعوة عياي وكا بما دعوة عكاك مما يولي إذ كدي شيرا قف عدو إيمان دو سوى قعنتو كدو عنتاي قعنتو صبح ميسو وعي عالم كي حبنا الدنيا أنا قال لقودة ما يسترى يوصودا في عالم كواحد مخلوقات كلنا هديس كل ما دان دا عانت اوصى ما يكرم عيان ما اوصى ما يكرم عيان وهي عالم كي حبناها وصودها في خلاص كذلك سودا سوكر هدو قفكو عالم كان كسر ويسكو دي جيسو هاي باوعة هاي وإيمان جيسو داوعة هاي وتقوى ديسو هاي داوعة هاي قفكا سولا ليال داوعة قيامها اللو بكرم مايو ألا إن الخاسرين الذين
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ خسروا كن معها خسروها كأخي ويان نيكا بس قيامة اللي جيت في العناد كما خسرين إلهي تبارك وتعالى. إلهي نقبل بعد يخسرها قيامة كم ما تعلم قدرك كنول بقول كي استقالي استقاشن تاكو مبرا روكسنو وقرأ نور الموضي أن روسن حقيقة موضي أبدينا ما تدتكو عيد نوصل لكو بيا عيان حد المركز السعودة ولا كقو ممين عيان تدكو اللبو من أبدينا يدا كتكتا صدو بيا ورده كتكتا من يسقى أبدينا كتكا أتركت الدنيا أن الدنيا تركتك بعلى ورنيا أبدونك يجيو مركة قبر يلا جاي إلا يبقى ورنيا أبدينا ما ليا كلمة دور تهدي يغربون كيجي مثيلا كتكتي قفك أبدينا تكون لا دين تكون عمل في ليي صلاة كود دال يي إلهي عراقات كلا لها آخرة دوشة قيسنة يي أمد آخرة الكبرى رجينة يي كاسي مركب دمنا يو أبدير يينا إيساقا كتك يي لكن كيد دبا ورد يي غفلت دكو جري غميلة دكو مسكول سنا أبدير وترتم يي أشيني فشيني كبر لها كاسي أبدير يينا كتك يسا هدي كتك عبدي ووقف قمر لقبتنا مصر الله ما يهدي تولي مصر علين كرام مصر الله ما يقف الله ما مجرى عالم قمص الله ما يلي مجرى مالك استعالم قال لح بقوله كن إلا تديد بقوله كن وقفها صوتها منك كما سلام مات أمد النبي عليه الصلاة والسلام بقولك استقالي استقاش نقول عليان وعيكون فكر ايان لعقب يكون فكر ايان بسم يكون فكر ايان بقال يكون فكر ايان فعلين يكون فكر ايان دنام يكون فكر ايان مصب يكون فكر ايان وعوكتك رسولك أمدا حتى رجتهاي حتى دمرتهاي حتى يريرتهاي حتى واويتهاي كلها مو نيسا إلهي قيامة محال نورتك يعني ماذا أقدم أمام الله تبارك وتعالى هو أن يبع النبي قوتي يدي وعي كتر يا رسول الله عنه واسوحا إنه إلهي عثمات السيئيد لعي وقبل حنو باهايا إن شئت سبرت ولك الجنة هاوين إيداني لو متكرا دوربو نبي كيري إن الحنوكا كف صبرتو وجنة كوكم بلان قادو لين هدى إلهي عثمات السيئيد وصوت سنو ايه كان بيتر بس والتشتي وعايد شري هذا عاثماء بيديزتو عاثماء تلوات هليسا لكن بر مجنة بقليسا من نار بات قليسا لما هو بو سوحا كو خير بدن هذا حانون قاس كده صبرا بنان قا كده عدا ناشي اللو بعضو بس كده دعا حد دينا جنة كده بيا ويتر يدي يتر يا رسول الله وصبر يا يسكد دا بيتر بس الصحابة كلام نجد اوه يدي اشعى يا ورن لقد جميعي والله سوري دي مركاس يا رسول الله إيشن سيدي لا يقول عليه يدعى لو ما تكلم دارو إن الدنيا سكيا لا تو وقيل ما أقوم خاتي فرتين الدين فيبع الله عن تي يين أنا مكذا كوسو عليه يا رسول الله شد أبوي بس شد أبوي فضالة بن عبيد الأسلمي أي رسول كان معلم خدمنا يا هذين مركز سنة بكوير ربيعة الأسلمي يا رسول الله هذا استقبل حوله يا سلاط ليش منا يقول كعي يا ربيعة واحد دوني سعوي ودي سبو كير شهر واحد دوني ومقبول بعدي وحيد أسألك مرافقتك في الجنة إن الجنة الرفيق ولا نغضب من دونه يا بس ما تكور إنك عدي رسولك لقول الله دوره وحدونس يا رسول الله قران بل إله الدهب أنا قد أقول لك أنه ابتب الله أنا ساري بل حلا خرش ودن سماه أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله وحاك ويجي سنة يا إن الجنة الرفيق ولا نغضب بس هذا النبي مرنا وابدو قول علي أو غير ذلك وحك لنا اللي أكشغن هبنا وحيد هو ذاك يا رسول الله بس مراد كيف هو بنت عنك بس لك سيدا لو هاي هلو صفة ويان بر ما هايستو راسم ما هايستو جور ما هايستو مسايدكو دقيني هاي وحي النبي الله كان هدية دا أي النبي الله كان ثمان الله هنان مع ذلك وحلية هاي الدية ما دون ايه بس جنة ايان دون ايه جنة جنة بس حسن البسري ما كويد الرابعة ايو كيد يا الرابعة رابعة العدوية حارو قور صلى الله عليه عدو قور كوا سمي رسولك حسن الله يكتب رسوع عالم نتيد أفر سؤالك ويدين هدا ديك جوابت ما قور صلى سواسو الرئيس ما يقول تري وعديك جوابتا إن ما رأيتان ما لست قيامها وراك هو أعوش يجي إن بدك شر يا خير ميزانك الله صار إيه مخيك يجا عسلان ميزان شرك يجا الله أعلم بني وعنك وراك وش يجي إن قفك السبع كوا مؤمنين تبني تكتاب قلنا لسينا يو كوا كران بني حدي رابع قاعتك قاعدة نيسا الله أعلم بكي بل قبضا فيري فكر كيجا برانك الله إنه وارزاق إنك مانت هواكي تابعين تعطى قاعدة مين إنكم
waxay ku tiri jidka firaad waa la marayaa qaarna way ka gudbayaan oo jannada u gudbayaan qaarna meerta ku hoobanayaane raabica qaybtay ku jirtaa allahu aclam buu ku yidhi waxay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhie qaybtee baa ku jira allahu aclam buu ka yidhi bas hadda bay daabay tiri xasanow su-aalihii kama jawaabi waayen idaabay tiri bas qof afartaa arrimood ay sugayaan raaxa uma sugnaane idaabay tiri ilaahay baan la kulmayaa ilah anoo sidaa u noola bas allah inagu arsaaqa dareenka aakharo hamigayga hamu lakhira waxa uu nabigu ummadda ka tegay calayhi salaatu wasalaam hadday rag tahay hadday dumar tahay hadday yaryar tahay hadday waaweyn tahay iyakoo iimaan bay lahaayeen taqwad bay lahaayeen dareenka aakhira quusada ku camirnaa waxaa kale dareenka u ziyaadaa waxa weeyaan caalamka oo dhanna waxay u fikireen inay khalqiga raxmadda gaadhsiiyaan oo naarta ka badbaadiyaan oo diinta gaadhsiiyaan oo ducaad noqdaan oo shaqaalo diineed noqdaan oo ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka badbaadiyaan naarta dareenkaasa yaa u raacsanaa u ziyaadaha welibana nin saxaabiya iyo gabar saxaabiyada lama sheegin oo aan diinta u dadaalin bal raggoog iyo dumarkoogu diinta u dadaalayeen diinta u fikirayeen diinta u baxayeen shaqaalo diineed bay ahaayeen ducaad bay ahaayeen ducaad waxay maxaa yeelay shaqadaa diinta nabigaa ku tarbiyaday calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadda laba shay buu uga tegay dhaxal diintana uga tegay oo dhammaystiran dadaalkaygiina waa uga tegay nabigu calayhi salaatu wasalaam diinna waa uga tegay rasuulka ummadda dagaalkii diinta nabigu ummadda uga tegay calayhi salaatu wasalaam maka markuu nabigu joogay kiisaba islaamada shaqaalo diineed buu ka dhigayay shaqaalo diineed shaqaalo diineed qof aliyo qofkii soo islaama salaada lama waajibin marka soonka lama soo dejin zakada lama soo dejin qof aliyo qofkii soo islaama nabigu wuxuu ka dhigay shaqaalo diineed daaciyan ila allahi tabaaraka wa tacaala tufayl bin camr dawsi baa soo islaamay ya rasuul allah wuxuu yidhi anu waan islaamay soo maaha nin waxaan ahay degmadiisoo dhan caaqil baan ahay qabiilatu dawso dhan baa iga dambaysa ay ii darbuud xagga reetolkay anaa dacwada kaa gaadhsiinaye anaa dacwada kaa gaadhsiinaye ii dir uu diray nabigu calayhi salaatu wasalaam qabiilatu dawse buu u diray qasbadii beder baa dhaaftay qasbadii uxud baa sidaa ku dhaaftay bacda qasbati uxud magaaladii madiino yimiday isagoo 80 qoysane ay daba socdaan aba hureyrana u dhex socda radi allahu canhu waarbaa kii soo islaama markaabuu daaci noqonaya daaci 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 sida maanta inagu dacwadan shuruud ay yeelayna maaha qaarkeed maanta waxay aaminsan yihiin dacwadduna way fiican tahay laakiin dadka lacagtanaa dacwadda ku fiican tahay wataalisamaha ya qaar waxay leeyihin dacwaddani waa xaq laakiin sheekh nin mufasira dacwadda unbaa fidin kara nin kale ma fidin karo shuruud inagu maanta dacwadda shuruud baanu yeelay shuruud nin walba shaydaanku stop buu sameeyey aduu caalima tahay may lagaama rabo adiga tan taajir lacag ma haystaa kharash aad caalamka kusoo marto may haddaa meelahaga iska fadhi masaajidaaga iska fadhiado shaydaanku wuu ku nasexeynaya mugta hadda aadan buu u nasexeeyey maaduu ku naxariisan waqaasama huma inii lakumaa la min annaasixiin aadan buu u dhaartay waa kuu nasexeynaya anigu aadanow haddaa maaduuk markaa kuu samafalaya aadan baa ka bixinaya maadaa ka baxaya may dacwadda shuruud ma leh dacwadda shardiga keliya leedahay waa waxa weeyaan an takuuna calaa nahji nubuwa in lagu qabto nahjigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddan qof alliyo qofkii soo islaamaa rasuulku shaqaalo diineed buu ka dhigay haween hadday tahay shaqaalo diineed buu ka dhigay in meer hadduu yahay shaqaalo diineed buu ka dhigay ubad rag hadday yihiin shaqaalo diineed buu ka dhigay umme hadduu yahay shaqaalo diineed buu ka dhigay sirada rasuulka iyo sirada ansaxabta laga soo saari maayo nin saxaabiya oo aan diinta ka shaqeyn laga heli maayo nin kastoo saxaabiya hadduu yar yahay hadduu weyn yahay hadduu qaari yahay hadduu ummi yahay hadduu badri yahay hadduu reemagaal yahay daaci buu ahaa mujaahid buu ahaa muxarig buu ahaa misiq buu ahaa mutaxarig buu ahaa mudaxi buu ahaa shaqaalo diineed buu qornaa xagga ilaahay allah inaga dhiga inakada afartan bilood iyo afarta kani ma inaan shaqadii ku bilownaad moodaysaan maya afartan bilood iyo afarta waxa weeyaan dimaad maxaa tirahda dimaadka marka la qorayo arjigii baa qoraynaa alla ilaahu shaqaalahaga naga dhigo afarta bilood waa arjigii ninka markuu dowlada shaqo ka raadinaya muxuu qoraa soo arji horta ma qorto meeshaa shaqo haddii looga baahan yahay nin caynkaasaan ahay tacliintaasaan aqaanaa shahaadadaasaan haystaa haddii la ii baahdo halkaasna waa laga helaa u dhigaya matan samaax
marka loo baahdo waa loo yeeray hebel ma yeeray loo raadiyo telefoonka laba aya war shaqada aad maalintaan way diisatay way soo baxday kaalay sidoo faraxsan buu markaa tagay meeshii madan jamaa afartan bilood iyo afartan waa arjigii ba qoranayna ilaahay ha noo aqbalo laakiin allah ha aqbalo ana daada allahu akbar asxaabta rasuulku iyaku way markii is diideen nahnu alladina baayacu muhammada على الجهاد ما بقينا أبدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بمشي أسعي عن يديته ودنتاو جيدا ما تعلم كذلك السان إذلك أن الملكس الإسلام كا إبنون بلغي أدام أيو سام يكون في دان نوميسا ما يا ركبا ديك وغي وراضيي ركبا دقالو وغي وراضيي ركبا وحايا يسين ديته ودجليي سفو كنبكم مالين توبا حيي أسعار توشيك وكويري سهيد ويقو يرتاي ماتا صفق لو أدري هي مين ولا ما دعا كنا سلبح عمر بن الخطاب بايري ما أنت أبو بكر وأنا كبر الساعة أبو بكر عمر بايدي يا عمر محاسي دابو النبي كويري يا رسول الله مالك إلهي سيي لما يا كدقي قيبنا واتني وهو قيبنا عمرك يا غير كبان وقال لبي وكقال الرسول عمر هل كابو اشتاقوا حليا هاي بل ما أنت أبو بكر وأنا كبر الساعة بل في الليل ما دها في رسي أبو بكر بايدي يا رسول الله إله وحنا السداية يا أبا بكر ذلك يومك محاذ وبت من دي أبا أيه ويدا يومك كاك محاذ وبت من دي إلهي الرسول كثان وبي يدي بيدي معانو بي يدي رسولك يا إلهي أمتك يسيبه بقادك جاي يدي أحاديثا حقوق دي هل كنت تعلق دا أبو بكر مو فهمي وعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي أبو بكر مو فهمي وعي حديثك كفى المرء اسمنا يضيع من يحول بان ابي بيري قفك وحا وقفل ان دنبي سبو دتكي سي هل جيسي ضيعه ابو بكر حديثة مو فهمي واي قاربا بالغيرة مكي بقات جاني عرارت قاتان بابري جنو ولاد وتبير وروا بحيا وتبلغ ما بحيا وحر تبلغ ما بحيا سابا سلاب هاب دلمي بات كل بحيا سابر دلمي حديثة سمو دحك اخي كو افرتب لو باقي مكوزي كل بابي يا مسكين احاديثة هدوها سانتا ابو بكر مو فاني واي اشيك دي ابو بكر ماذا كفى مدل النياء ماذا ابقيت يا ابا بكر ريركي محادوغة تنودي يومت كاقي الى اي رسول جسان وقيم انتي احاديثة كنت تعلق دي هلك هي قرابة ايضاها كنت تعلق تربية دا اولادا ايضاها كنت تعلق بر الوالديك ابو بكر مو فاني واي اشيك دي أن اشكر لي ولوالديك ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أبو بكر عائلة مفاني واي ما هي عائلة قرآن في الميزان بك الليه ميزان أمر ويريا أمرنا ويريا مثال ولالك أجي وينها بكو يريا أبو ولالك أجي وينها بلعي سوسي صعدا أبا بحقا كاقا يري لولا بك كي أجي مثل لولا بك شاك دي باقي ولا كان محمد هنا يا لا شيء وحبك مدران أرين كوين بأمر كوين بأ ايضا كنت تعلقا بر الوالدين تربية الاولاد امر كوين هدوه مادو كيلا قادنا يا قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواج واخوانكم وعشيرتكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره أبتك غيرك ولالك حاسك والدينك قرابتا تجارتا مبريها بيرها سبيتا حقا ديكني لهايدي حداد كجعلاتان إلهي إيا الرسول كيسا إيا دينك الددال كيغا عذاب سوقا في لهايدي إياه آيدي كنت أعلق إيمي أولاده آيدي كنت أعلق إيمي بر الوالدينك آيدي كنت أعلق إيمي تجارتا حلاشا آيدي كنت أعلق إيمي قرابتا آيدي كنت أعلق إيمي حقوق الأهل مي لا امر كوين باي يدي وعد يمدي ايمان بالله باي يمدي ورسوله باي يمدي وجهاد في سبيله باي يمدي فاوامر تاسود امركا ويرانسا ابو بكر روحي سيو دمو كاني رسوله عليه الصلاة والسلام عمر بن صدام يا عمر ابو بكر يا ديك درجة دك يا ما انت ابا يميد حيث ابو كيدي يا عثمان ادوك لما انت محاتي ايدي كريسا يا رسول الله عيدك صدحو كيدي صدنك صدحو كيدي فمن كن او نسعيد او دمانت عنك ابيه ايبو لك بح فدواب بقوله اور شن بقوله فرس بكياني نبقى قعما عركة وتعلوه فرحي رسولك وحويري يا ربي عثمان بن عفان رالي بانك اهي عدوكنا هدية تلرانيك النقبولي رجال عرفوا مقصد حياتهم شيء كستيب هالكي لا يقول تلقى لهم صعود بيان ها
هذا الدين في الدين مشهد دونتنا ولا بنتان هذا مغارة دونتنا ولا ودق على بحيان هذا الدين في الدونتنا وإن دبك يدلك اللي وقت تغني وقت تغني أرنا وقت تغني سوكما تغني وقت بقى النبي يبن وقت يلدي من دين في النبرة نودر بيكوي لدين صلاة عشاء يقول نبي كبحي إعلام بوشة يا سعرتا وقت بقى يمن يجي يلدي وحي الربا من أخدر ودين تصبر كسر فكرة وقت مركو بريي صلاة يصبح من نبي كبحي أول استاق الرسول بغير أين معاذ بن جبل معاذ بن جبل ما سجد يتفجر أيا ككا مجمع دحديري لبيك وسعديك يا رسول الله ويكن هل كان دون فيدر ديار بانوها سجد يتفجر نبي لا يا كوير يا معاذ والله إني لو أحبك وركما دارنا يا شاك دا يا دارنا يا شغدا منك دعوة دعوة بحيا من سهل ما من عالم كثر لك جعل عربها بحيا من سهل ما ننك بحيا وحبين الناس كدوا لهم هذا الكشخ من حق السر الله قرين بعد غاغي بس الله نبغى جيو والله إني لا أحبك أبو نبي يا معاد إلهي أبو راكو دارتي واكو جعله هذا المرفد حاد بكو علي والله إني لا أحبك يا معاد إلهي أبو راكو دارتي واكو جعله وإني باعثك إلى اليمن يا معاد يمن واكو درى يا نقو واكو جعله هل كيف درى يا شغب يا نو جعله بكو دي ذا يا دقا نقا مرحو نو جعله بشغبو دي ثا رسول الله معاد وجعله بشغبو دي ثي شغبي سيهو دي ثي معاد بره يسيبو تغي سهيد السوق عطي انتو مغنان انتو اللب دري ورو ما هايو هذا انكو عفرت مرقا باعين السايكو في الانبان سوق عطي ما سلاتنا ونشيقنا تاريخ بابا صلى الله عليه وسلم وده يسمع هديه الى هيد هذا تاريخ بابا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله نبي عليه الصلاة والسلام معاد بره يسيبو مسايد كوكسو غي معاد من جمل ويجي لو صوص راني الارتي سيبو سوق عطي وين يرو شابا سجادية تبنجر كم عنده الشهوات شهوات الشباب انس الشباب وشهوات لا يعي وقوا لعي شهوات كيسي فرس كوفو لي رأي من الله دبك على رسولك إن مرشد المعادة وبقاجية والرسول جلاهي لغة اللغين يا معادنا فرس كوفو شيهي يا رسول الله مدعا دعا ما يمعادها دعا دعا إن الصعبور فرس كوفو شلو بكم غالا لي مدينة كفاري نلقوا عليه الصلاة والسلام فحور يا معاد لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا يا معاد لذا يا غال لبدين هنا الدب بسكوار في هدي طولي وستمر قبري ومسجدي الى هاي هدوية رادنا مدينة ايات كسر الله مدونتا قبر جيجا دون مدونتا قبر جيجا اياك والتناعم فإن عباد الله ليس بالمتناعمين يا معاد هل راح يسن راح هذا عيان كاقد جيجا الى هاي الدمدي سمر راح يستاني وارنك مومك اديوك من راح يستو نيجا مومنكا عالمكا أولولا يسدور راحيسن نيجا مومنكا وانايبكي رسولكا نيجا مومنكا درينكي نبيا قلدكي سكجرا همكي نبيكو حمبار سيهي فكركي رسولكو حمبار سيهي مسؤولية لما بيشي فسارا مسيحانا يا مسيحان ويا المعادو ورد مجر فخلاص نائب كيجي باتهاي خليف كيجي باتهاي هل كيجي باتاجنتهاي بوس كيجي باتاجنتهاي شغدة دي باتو دقاغلي عالم كودن باكودري نائب كيجي باتهاي حل كيجي باتكور يد كور يجي هذا جاء الراحة على النيك لبقي من الراحة يسن رسول هو عليه الصلاة والسلام وعنه هو رضي الله عنه مركز النبي كيري أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا يا معاد وحبها هو إن آمس قيامها بدك أنا جاي قدو وأقول إله الكعب صدا مش دونان بها الجوان زمان كي دونان بها كل أولادان كي بدك أوجع العين والرسول وكتجن رسول الله يكو انكم ما انت فلان يا عبد عيان الهي درتي مركه وبح لا انو تفكر لنا ما انت انكم كيوجع العين مخلوق والرسول ابو طلحه عيان النبي قوي لدي يا رسول الله وحيري ابي لا نفس الى كاجع له بيدي غير كذا كاجع له عيال كذا كاجع له بدكو دم ما كاجع له غري يا مركان تغو انكو حسوستو ما جوغي كر الا ان كل ما دوكو اركان ما هنا بلاي لكن رسول الله هدى قيامه مركا جنة ده قشو انك بشيدة مركا كو عطوستو الى ان كو اركو مجوك سوى وانا كوي ما ده كو اركيا لكن قيامه هلكين كاركي بكين بلاي هكو جعيل هجا ده نبي كو جوابه كو عليو قروا اني كال الى جبريل عليه السلام سود ده جين يستقو آية السيدة وما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا عيطا ما كسودة الرسول انا سبحان الله يا رسول الله خادم كاجيب عن هاي هل كان كارك دون قيامه
يا أنس صدح ملو دي قواهي ميسينة وغادة هل كعملك اللقم ميزانة واني تاقنا هاي جدك سرانة واندول تاقنا هاي حاوتك الجنة بشي أرتيد كويا لنا واني تاقنا هاي بودي صدح العام ملو أنس صدح قواهي ميسانة وغادة ابو نبي عليه الصلاة والسلام وحول بو عكد جعلان إلهي رسولك سيكون كابي كتاقين كابي يكمم نادين رسولك عقفة بيه سدورة أما الدين سبحيسان كيكا دورة الدين إيرا صعد كدين سدورة لين يكو لأن رسولك العقفة دي مقصد ما مقصد هو الدين سين عالو كلا قرسي سد عشي أفرت عشي أفر بلادي مسألة ما مسألة هي كروس علينا ومسألة الموت ودمشو دمشو يموتون في سبيل الله تبارك وتعالى انا دمن اب انا دمن اب انا دمن لما يا نبي قوتي مدى انا نيابيه سعدي يا خي سماء وليك يا محولي اب انا بحي انا كيبال ما انا بحي رسول قول حيوري لما دينا متكنا فردي ومتكنا هاي راعو هاي محالة يعني يلك يا محولي انا ما عريو وليك يا محولي انا ما عريو عدو انت السماء هاي وحال نو قولي تور قولي تور كمت غانان قرعة نو قولي تور انا كي رابا هلي سعد دو قولي تورة في هلي مكاس ودك يريا ابو أبا ساعده وأنا كاوين وادي هالشيء يديسو أبا يديسو وركي بعير لو كان غير الجنة لا أثرت كبي حبيس الجنة هين أبا وكود ديس الله بير حبيس هاي حبيس الجنة هين وكود ديس الله لكن ليش الجنة لا يهلا يكود ديس الله بير رضي بدر بو بحي أول فارس قتل نكيو الرجال الدليل هذا اللي نكيو الرجال الدليل هو أصحابك سعد بن خيثمة أبو بكر باين كيسيوه عبد الله عبد الرحمن عيدك مرك بحيان مصاف عبد مرا مصاف عبد أبو بكر باين ورنكي عبد الرحمن معك الرجال عيدك مرك أسأل لي والله نكاسي قبل يرو قرح بدن بارو بسلو ودقاق كروي تعين كي يبقى تي كروي أبو بكر سيف بقلك كسارت نكاسو قبل الله يا ريبو صغل يا عبد الرحمن صبح معك الرجال عيد مرة دين صبح يا أب عذر بارك الله شغلني ماي قبض بعد جعيل فيها يا كده يكروا أي بدي بس أب ما كنت أني هوا كده شيء ما يداعي هوا كوا داعي أب قبض على سفر بوكي قبض ده هي وريا ده رجيسا وضيفه بوري جايين من كيس النور بس كام نسوي دنيا كجواب ده عندك قرار لا تين جيبي نبى أبو بكر فوق الدين هي ما هذا أبو كده سيا يا مستقبلك يا خروج سيا ما تاني سماه مكاسو اوفر جبدي خرج او بحي بقال بو قلي هل كاسا ورا لقد جلي ورا جمال كاسو بحي لقال اذي مدينة اللي قصو عليي سقو ورا في كجر السنكرادة ابو بكر دبتي سيبا لو كان اينا جيسو السنكرادة دبتي ابو بكر اسقو كجر ابي نفتو كبح ابو بكر وحيري هكذا يموت الرجال رقو صدع سيود انتان بو يوري بقول خلاص بنتان حدية هو السيدة بقول دين سيود بنتان دعوة دي كود بنتان يكو خارجين بيت بنتان يكو مجاهدين بيت بنتان يكو متحركين بيت بنتان يكو أمد أو فكرة بيت بنتان يكو مسؤولية الدين بريسة بيت بنتان رقو بقول ماتا عمتا كفكرينا راجل ما كفكرينا طبيعة البهاي ما كنا الله ماتا على أكل وشرب ضرورة الحياة غالب نقنا غالب غالب أكل شرب مسكن ملبس إيه مركب شنطة هو ضرورة الحياة انتو عب قري در ايه واحلة فولو شم تاسا ما انت فكر كيني يرغني مدى اني عن دولي لماتا صحابت ما دولي واحا يكو يكو هم يجوكي واحد دولي اني يرغني مدى دي انقاذ البشرية من النار دين تعالم قصدين لو قرسية جهاتك يا قتالكم ما هم مقصود ابا كورانا يا دين تسلامك دقاو دقو فتن ماي وغلط فكرة بات جهاتك ما هم مقصود ووصينا ويان مقصودكم هو محي وهداية الأمة نبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وخيبر دري خيبر ودري خيبر يهود دقال ودقال وحدر وجهاد مركع عيرا للسؤال دقاقين نبي علي وحدر وكدبت ور هذا العجيب وحدر يا علي فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم دقال بوسع علي هذا الكلام كدبت ور نفيري وقال معنوه ايام هذا في قلنا بك الله يسماها نكل يوصوها نونا ايه الدين ودفخر بنمو نبي وكيل عليهم